بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله أحبابنا الكرام، كل يوم لنا موعد مع كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، هذه المجالس فضل من الله سبحانه وتعالى. نقرأ النهاردة في باب فضل الحب في الله والحث عليه، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه. قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. والدار هنا المقصود بها المدينة المنورة، عليها وعلى ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه، ثلاث خصال أو صفات من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله. وظل هنا مقصود بها الملك، يعني مملوك لله سبحانه وتعالى. سبعة يظلهم الله في ظله، ولعل مقصود بها ظل عرش الرحمن. قال العلماء كده وقالوا كده: يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وطبعا دعته هنا إلى الزنا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. دي يعني تشبيه اليد وكأنها رجل متيقظ، لو كانت كذلك فلا تعلم ما تنفق الشمال، لا تعلم ما تنفق اليمين. ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه، خاليا من الناس، خاليا من المشاكل، خاليا من الأحوال، فاضت عيناه من خشية الله عز وجل. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. إذن شرط دخول الجنة الإيمان. طب وشرط الإيمان؟ قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا إيه؟ بالمحبة. أو أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم، من عرفت ومن لم تعرف، كما ورد في الحديث الآخر. السلام يا جماعة الخير أول أسباب الألفة ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعاره المميز، شعار أمة الإسلام السلام، من غيرهم من أهل الملل، مع فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته أي على طريقه ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الملك سأله: أنت رايح ليه؟ عايز منه مصلحة؟ بينك وبينه مشكلة رايح تحلها؟ في حاجة رايح تقضي فيها؟ في حاجة رايح ترجو يعملها لك؟ في مصلحة دنيوية؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته لله. قال: فإني عرفه بنفسه، فإني رسول الله إليك بأن الله قد تفيد التوكيد، قد أحبك كما أحببت أخاك في الله. وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل، خلي بالك من الحديث ده: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. عايزين نقف عند الحديث ده يا جماعة الخير،
يعني لو الباب ده ما فيهوش غير الحديث ده كفاية، تعرف إن حبك لأخوك في الله يوم القيامة يجعل لك مرتبة ومنزلة مخصوصة يغبطك فيها أعلى الدرجات الأعلى منك، لأن إحنا لا نبلغ أن نكون أنبياء ولعلنا لا نبلغ أن نكون شهداء، فالدرجات الأعلى النبيين والشهداء يغبطوك على هذه المنزلة. يا مين دول؟ سألوا مين دول؟ يقول هؤلاء هم المتحابون في جلال الله عز وجل، لهم منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. تخيل بقى، يعني احنا بشيء بسيط جدا نبذله، مش هتبذل حاجة من جيبك، انت هتبذل من مشاعر قلبك بس، تحب أخوك جارك صاحبك قريبك في الله. يعني ايه محبة في الله؟ يعني خالصة، يعني من غير مصلحة دنيوية، لأن المصالح الدنيا ممكن تحبب الناس في بعض إلى حين، طول ما في مصلحة بيجي لي من وراك فايدة بستفيد منك، أنا بحبك جدا، كل يوم بتجيب لي فلوس بشركة وبتكسبني قد كده، يا سلام أنا بحبك أوي أوي أوي، أول ما تبتدي تخسرني هكرهك، مش هبقى مبسوط، هزعل. دي مش محبة خالصة لله يا جماعة الخير، دي محبة لمصالح دنيوية. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فجماعة الخير عايزين نجيب الصفة دي فينا، نجيبها ازاي بقى؟ ليه؟ هتوصلك على طول، عارف ايه؟ توصيل سريع جدا لأعلى الدرجات، لمحبة ربنا سبحانه وتعالى. وهل يعذب من أحبه سبحانه وتعالى؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا، سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. لو ربنا حبك أنت عايز ايه أعلى من كده؟ أعلى شيء توصل لمحبة ربنا سبحانه وتعالى مباشرة بإيه؟ وجبت محبتي، يعني لزمت، وجبت محبتي، ربنا ألزم نفسه بيها، خلاص مفيش تغيير. للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتبادلين فيا، والمتزاورين فيا. الله سبحانه وتعالى أوجب لهم المحبة. تخيل؟ أنت ممكن تتحصل المحبة بطريق لوحدك، ممكن جدا، بس طريق شاق وصعب. والله أعلم هل هو مضمون أو غير مضمون، يعني حسب بقى ما ربنا سبحانه وتعالى يشاء لك. يعني إيه؟ لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ومطلوب منك تسلك هذا الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذا الطريق، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، وكان يصوم حتى لا يقول إيه لا يفطر صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يا جماعة الخير أنا بقول لك في طريق سهل، طريق سهل جدا يوصلك لنفس الدرجة محبة ربنا سبحانه وتعالى. إيه؟ وجبت محبتي للمتحبين في، المتحبون في جلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء. الله يظلك في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. عايز إيه أعلى من كده؟ المطلوب بقى نبذل إيه؟ من قلوبنا، من مشاعر قلوبنا لإخواننا، لأحبابنا، للناس اللي معانا في المسجد، لجيراننا اللي حوالينا، وهكذا. تيجي ازاي الموضوع ده يا جماعه الخير؟ من الاخر بقى، تجيب من الاخر، يجي ازاي؟ ايه اللي منعني ان انا احب اخويا او احب جاري او احب صاحبي او احب صديقي اللي معاه في المسجد؟ ايه اللي منعني؟ اللي منعني يا جماعه الخير تنافس الدنيا، تنافس الاخره ما يزعلش حد من بعض ابدا والله. الصحابه اختلفوا على فكره، في منهم اختلفوا، في منهم تقاتلوا. لو قرانا في السيره في تقاتل حصل، قتال، وربنا ذكر ده من قبل ما يحصل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني ممكن يحصل كده، لكن المحبة موجودة والله، والله المحبة في قلوب موجودة برغم القتال. دخل ضرار بن ضمرة الكناني على سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وهو أمير للمؤمنين، فقال له إيه بقى؟ عارف إن ضرار ده كان من أصحاب سيدنا علي بن أبي طالب والمقربين، ده بعد إيه؟ بعد استشهاد سيدنا علي بن أبي طالب وتوطد الامر لمعاويه اصبح هو امير المؤمنين. قال يا ضرار صف لي عليا. لا، لو انت بتكره واحد تسمع سيرته ليه؟ تحب، وعارف انت مش بتسال لي واحد بيكرهه، ده انت بتسال واحد بيحبه جدا وكان ملازم ليه جدا وعارف انه هيقول احسن الكلام عليه، ليه بتساله؟ قال او تعفيني يا امير المؤمنين؟ قال لا اعفي. قال اما اذا قلت فانه كان والله شديد القوى بعيد المدى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه. قعد يوصف في أوصاف عجيبة بسيدنا علي. آخر الكلام بقى اللي أنا عايز أقوله لك، الشاهد من الحديث ده، فطفقت دموع معاوية على خديه وجعل ينشفها بكمه واختنق القوم من البكاء. فقال معاوية
كذا كان والله أبا الحسن، هو كان كده فعلا. فالمحبة كانت موجودة برغم القتال وبرغم الخلاف، اختلفنا لكن المحبة ما تضيعش منهم. ليه يا جماعة الخير؟ هم تنافسوا للآخرة، خلي بالك، اوعى تفتكر انهم تنافسوا للدنيا، والله أبدا، هم تنافسوا للآخرة. كل واحد كان يظن على الحق بنسبة الدين، بنسبة الآخرة. لكن احنا للأسف تنافسنا ليه بيزعلنا من بعض؟ ليه بنخسر بعض؟ بعد ما كان حبيبك تشتمه ويشتمك وتخبط فيه وتخبط فيه ويشتكيك وتشتكيه وترفع عليه قضية ويرفع عليك قضية، ايه السبب؟ تنافس الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تنافس الدنيا، وقال ايه؟ والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. ده اللي حاصل يا جماعه الخير. فعشان كده نعمل ايه بقى من الاخر؟ ما نجيبش المشكله ونسيب حلها. نعمل ايه؟ نتنافس في الاخره. تنافس في الامور اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. نشتغل في عمل الدعوه، عمل المحبه، افشاء السلام، اطعام الطعام. قال يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام محبه وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. هو ده المطلوب مني منك. نتنافس في اللي يرضي ربنا في الاخره. اعمل زياره في الله توجب محبه ربنا، وجبت محبتي للمتزاورين فيه. جلسه زي اللي احنا قاعدينها دي ان شاء الله نحسبها على الله توجب محبه ربنا، لان وجبت محبتي للمتجالسين فيه. كل اللي موجودين دلوقتي على اللينك دلوقتي قاعدين جالسين فيه جلسه في الله سبحانه وتعالى. اخر المجلس ينادي منادي من قبل الله بان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. حتى لو في واحد نيته مخالفه، وده العمل الوحيد اللي وجدناه في السنه، يؤجر بغير نيه. يقول رب العزه وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله أن يجعل منهم إن شاء الله مع أخونا الشيخ عمرو وأخونا الشيخ صنباطي والأحباب في المسجد نعمل زيارات، نفتح بيوتنا للزيارات، مش قادرين نروح نزور الناس في يا جماعة الخير. توجب محبة ربنا بها، ببذل هذه المشاعر تأتي المحبة في القلوب. لو أتت المحبة في القلوب ضمننا محبة الخالق عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.